دلوقتي يا جماعة، أنا قطعت عيش فينو أهوت قطع صغيرة، وبعد كده هجيب الماكريل ده وهخلطهم مع بعض، والعلبة ديت بتكفي كل ده. يعني أنا ما عنديش عيش كتير، بس بإذن الله هجيب بكرة. وحد نصحني، يعني قال لي برضو دي ممكن تبقى وجبة حلوة يعني، وهشوفها دلوقتي، هعجنها وهوريكم شكلها بيبقى عامل ازاي. دي طبعا بعد ما عجنتها، انتوا بتعجنوها زي العجينة، بتقعدوا تعملوها بايديكم علشان تعرفوا تتحكموا فيها وتبقى بالشكل ده مع العيش بس او الخبز، لان في ناس دول بتسمي العيش رز عندها، ممكن الاتنين رز او عيش. وديت اصلا بتكفي قطة واحدة، يعني بتشبعها جامد جدا. انا قطتي اخدوا منها قطعة صغيرة اصغر من دي، يعني تقريبا قد دي كده، وشبعوا مشي وسابوني. فيا رب هننزل بقى الصبح بإذن الله ونشوف هياكلوها ازاي. في طريقة تانية برضو، انا عملت الرز اهوت، دول شويه للاسف اللي عندي، وبرده ما عنديش كميه كبيره، هنزل اجيب بكره. وهنحط الماكريل، ميه الماكريل ديت سانشاين، الرز يتسلق بيها. طبعا هياخد نكهه الماكريل كله. طبعا ما نحطش اي بهارات عشان مش مستحب بهارات في الاوضه. طبعا انتوا سامعين الصوت، هم بيعشقوا حاجه اسمها ماكريل، بس برضو في نفس الوقت ما ينفعش خطر ان انتوا تديلهم الماكريل صافي سك كده، لازم تحطوه مع حاجه، تخلطوه مع حاجه، ويبقى مره في الاسبوع. دي وجبه مره او مرتين بالكتير جدا، يستحسن مره في الاسبوع بس. هو ممكن بقى برضو نعمل الخطوات دي كلها مع المنتج ده، مش عارفه شايفينه ولا لا. ده المنتج ده بتاعهم، او اي كنزايه للقطط علشان توفروا شويه. ممكن تعملوه مع عيش او رز، هيبقى حلو برضو، هيبقى هيكفيهم يعني. شفتوا ميشو؟